وعن عبد الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث نعم الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا فيه دلالة على مسألة احنا ذكرناها كثيرا في دراساتنا للشفاء للقاضي عياض وهي مسألة الردة وهي مسألة ايش الردة لا يحل هذا فيه دلالة على حرمة دم المسلم دم امرئ مسلم الإضافة تدل على العموم كل من كان مسلما صغيرا أو كبيرا مولا أو حرا ذكرا أو أنثى عربيا أو أعجميا كل ما هو مسلم كل من شهد أن لا إله إلا الله بشروطها لا قال لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني ما هو الثيب؟ الثيب هو الذي سبق له الزواج ذكرا كان أو أنثى ثم زنى وهذا ثابت بالسنة وثابت بالقرآن منسوخ التلاوة باقي الحكم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا رد على من ينكر حد الزنا حد الرجم هذا رد عليه الآية موجودة وهي منسوخة التلاوة باقية الحكم والنسخ ثلاثة أنواع نسخ حكم وتلاوة ونسخ تلاوة وبقاء حكم ونسخ حكم وبقاء تلاوة وهذا أمثاله كثير في القرآن أعني الثالث أما الثاني كما في حالتنا والشيخ والشيخة إذا زنا يفرجمهما البتة ومثاله أيضا خمس رضعات مشبعات يحرمن كانت آية موجودة في القرآن خمس رضعات مشبعات يحرمن فنسخت تلاوة أي رفعت وأزيلت وبقيت ماذا؟ وبقيت حكما وأكدتها السنة وأكدتها السنة ورجم النبي ماعزا ورجم النبي الخثعمية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورجم الصحابة معه رضي الله عنهم وأرضاهم والذي يزني وليس ثيبا لم يسبق له زواج فإنه جلد مئة وتغريب عام قال ربنا تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا لمن هذا في حكم من هذا في حكم من لم يكن ثيبا فإنه يجلد مئة ويغرب عام نعم لا مانع من ذلك إن رأى ولي الأمر ذلك لا مانع لا حرج فهنا الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني الذي قتل ماذا الذي قتل نفسا قتلا عمدا ففيه القصاص إلا أن يعفون إلا أن يعفو أهل الميت إلا أن يعفو أهل الميت ويأخذون الدية والقتل أنواع القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وهذا يقرره القاضي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما قال والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا حكم ماذا؟ حكم الردة نعم